الأخير معلنة عن حضورها في منافسات الأشقاء ومنافسات المرموم 2016. ينطلق على بركة الله هذا الشوط حاملا كل تحديات الشعارات اللي ستنال من خلالها الإعجاب أمام الجماهير وأمام العشاق. نتابع مع حضراتكم المركز الأول والمسيطر في هذه اللحظات، جو جهان من يحتل المركز الأول ويتقدم في هذه الأمسية. جو جهان تعود ملكيته لسعيد بن محسن بن فلاح آل زايد الهاجري، يتقدم إلى المركز الأول ويبحث عن بندقية هذا الشوط. أما المركز الثاني شعار الشهواني يتقدم، سلهود مشاهدين الأعزاء يأتي على المركز الثاني، عبد الهادي بن محسن الشهواني الهاجري يتواجد على ثاني المراكز. لتكتمل مشاهدين الكرام لحظات المربع الذهبي في مساء هذا اليوم، المركز الثالث وصل الآن شاهين محمد بن فري بن حمد بن ناصر بن دلموت يحتل الآن المركز الثالث، بينما شعار ممثل الخور يتسلل صاحب كأس المفتوح في هذا المساء يقدم لنا عطاء. ها هو عطاء يتسلل إلى المركز الثالث، وهنا يأتي مشاهدين الكرام في هذه الانطلاقة ناصر بن علي بن عبد الله المسند. أما المركز الخامس، المركز الخامس نشوف يأتي شاهين زايد بن محمد بن زايد المطوع الخيارين يحتل الآن المركز الخامس بقيادة محمد بن ناصر القحطاني. هكذا يا الحفل الكريم الخمسة مراكز أولى المتقدمة في عنوان المنافسات الشيقة، في عنوان المنافسات الإقليمية والمنافسات القوية مع المحليات الأصايل. شوط ورمز من رموز هذا المساء في انطلاقاته، عودة إلى البداية، عودة إلى المركز الأول حيث يتقدم أيها الحفل الكريم من خلال الانطلاقة جو جهان وسعيد بن محسن بن فلاح الزايد الهاجري، حيث يسير مشاهدينا الكرام منطلقا إلى المركز الأول باحثا عن رمز في أرضية هذا الميدان الذكي. أما عطاء يتواجد على المركز الثاني، هناك عطاء يتواجد يتقدم، ويأتي ناصر بن علي المسند هو الآن من يقدم على المركز الثاني باحثا عن رمز آخر. من جد وجد ومن زرع حصد ومن سار على الطريق وصل. عندما تبحث عن الرموز لابد أن تسير وتبحث في كل مكان عن أنواعها وعن سلالاتها. المركز الثالث تقدم الآن شاهين ومحمد بن فري بن ناصر بن دلموتش يحتل الآن المركز الثالث، معلنا كذلك وجوده كشخص منافس بشرف في انطلاقات الميدان لينتزع بندقية الجعدان. سنشاهد ونتابع ماذا يدور في جولات وصولات شاهين. أما المركز الرابع الآن تقدم بن كليب، يبغي يضيف الرمز الثاني، يبغي يضيف الرمز الثاني في هذا المساء. والرابع في المهرجان راحل، يلا يا راحل وارحل وارحل يا راحل، سير إلى الرموز. هنا مشاهدين الكرام يتقدم إلى المركز الرابع سيف بن علي بن كليب، يتقدم في هذا الموقع، يتقدم في هذا المكان الحساس. أما المركز الخامس فنجد شاهين زايد بن محمد بن مطوع الخيارين هو من احتل الآن المركز الخامس. هذه الخمسة الماسية أيها الحفل الكريم، من سيكمل المربع الذهبي في رموز المساء؟ ثلاثة راحت والمتبقي وين؟ المتبقي في الميدان. ونشوف البداية، نشوف البداية كيف تحمله لنا أنواعها الكلاسيكية، الأنواع المحلية الأصيلة الأصيلة. ولكن لا يزال جو جهان في المركز الأول فعل زان، جو جهان وفي المركز الأول فعل بان. يتقدم سعيد بن محسن بن فلاح الهاجري لا زال على المركز الأول من بداية هذا الشوط، لأن حتى اللحظة ما حصل منافسة قوية. هو الآن بطل الشوط، هو بطل الأربعة كيلومترات. نشوف الأربعة المتبقية، الله يا عطا، شوف عطا تقدم، ويلا يا المسند ناصر بن علي المسند يتقدم إلى المركز الثاني. عطا من عطا يلا راح إلى المركز الثاني، ولكن أشوف شاهين يتواجد بن دلموتش على المركز الثالث، على المركز الثالث
الثالث يبغي البندقية واتجاهه صوب الهدف محدد تماما. محمد بن فري بند الموت الكتبي المركز أو بند الموت إذا المري، بينما المركز الثالث سيف بن علي بن كليب يقدم لنا راحل. ارحل يا راحل وتقدم مع المراحل في هذه المراحل الذهبية يا بن كليب يا بن كليب. أما المركز الخامس يأتي هناك المطوع يتقدم مشاهدينا الكرام زايد بن محمد بن زايد المطوع الخيارين، وبدينا نسير ونعد العد التنازلي لمجريات الشوط. 1200 على خط النهاية والاستعداد مشاهدينا الكرام للطيران، الاستعداد للرماية، ولكن لا زال المركز الأول هنا يحدد مسار الرماية، يحدد مسار الانطلاقات في الكيلو الأخير. يالله يا جو جهان راح، جو جهان سافر، جو جهان مسيطر من بداية الشوط، من مقدمة الشوط، من الستارت وهو في المركز الأول يغازلهم يعذبهم يروح إلى المركز الأول. نشوفه نحو الهدف رايح سيده، نحو الهدف رايح ويمتع الناظرين ويمتع الحاضرين. الله يا جو جهان وسعيد بن محسن بن فلاح الهاجري، ولكن اللي وصل وتقدم وصل زايد بن محمد بن زايد الخيارين على المركز الثاني، على المركز الثاني. أما المسند في المركز الثالث ناصر بن عبد الله المسند، لكن جو جهان راح وفعله في الميدان وبان هنا في هذه اللحظات بقيادة المضمر سعيد بن هديبان. الله يا أبو هلال، تقدم أبو هلال لكن بحث عن الرمز، حصل الرمز وراح انطلق، لكن مع الرمز بندقية والبندقية. الله يا السهم، الله يا ميدان المرموم، راح وتحول إلى المملكة. أسعد الله مساكم يا هالي المملكة، رمز يحتضن هذا الشعار وسعيد بن محسن بن فلاح الهاجري. ولكن هناك في المملكة جوف بن هاجر يتقدم جو جهان فعلا في الميدان بان ويحمل التحية والسلام مع مضمرة بن هديبان. تهانينا والناموس على الانتصار. المركز الثاني زايد بن محمد بن زايد الخيارين، المركز الثالث ناصر بن علي بن عبد الله المسند، المركز الرابع محمد بن فري بن دلموتش اللي احتل المركز الرابع، المركز الخامس مشاهدينا الكرام المركز الخامس الراحل سيف بن علي بن كليب. أيها الحبل الكريم مشاهدينا الأعزاء، كان في تحدي هذا الشوط في منافساته وفي انطلاقاته القوية التي من خلالها يتنفس الصعداء جو جهان من بداية الانطلاقة حتى نهايته من قام الستارت، وهو محتلنا المركز الأول متقدما على الجميع بقوة أدائه. ليهدي السلام والتحية لأهالي المملكة بتوقيت زمني مقداره 9 دقائق ثانية واحدة 3 ثواني و7 من الأجزاء من الثواني على هذا التوقيت. وسعيد بن محسن بن فلاح الهاجري، واسعد الله مساكم يا أهل المملكة على هذا الفوز، وشكرا يا بن هديبان. أما المركز الثاني أيها الحبل الكريم، كان التنافس والتحدي من شاهين زايد بن محمد بن زايد المطوع الخيارين، 9 دقائق 7 ثواني وجزءا وحيدا من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز وهذه المشاركة القوية على أرضية هذا الميدان. المركز الثالث كان عطاء، تقدم إلى المركز الثالث، حل في المركز الثالث ناصر بن علي بن عبد الله المسند، توقيت الزمني 9 دقائق 7 ثواني 4 أجزاء من الثانية في انطلاقة هذا الشوط وفي نهايته، حل في المركز الثالث. تهانينا مشاهدينا الكرام، يكتمل المربع الذهبي لانطلاقات هذا المساء ضمن الرموز. شوطنا القادم شوط خاص بالرنج روفر وانطلاقه مع الأبكار. بسم الله الرحمن الرحيم.